خلونا دلوقتي بقى نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير التالي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمصر هتستكمل مشاركتها في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين اللي بتستضيفه الهند للخروج بإعلان وزاري مشترك. وبيستعرض وزير العمل حسن شحاتة تجربة مصر الرائدة في الحماية الاجتماعية وما يشهده ملف العمل من أنماط عمل جديدة، بالإضافة إلى ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات احترازية ساعدتها على مواجهة آثار وتداعيات التحديات اللي بتواجه العالم، وأيضاً عرض سياسات مصر في دعم وتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين في سوق العمل ودعم الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي برعاية وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة عن الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية الشريفة، وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بالنص الكامل لخطبة الجمعة وعدم تجاوز الوقت المحدد المقدر ب15 دقيقة. النهاردة هيفتتح الفنان تامر حسني حفلات مهرجان العالمين 2023 في دورته الأولى، واللي بيتم تنظيمه تحت عنوان العالم عالمين، وهيستمر 45 يوم من الأحداث الترفيهية والغنائية والرياضية.